أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. في قناة مناجم المعرفة اليوم سنحدثكم عن موضوع شيق وممتع، فهي بنا. أغرب 10 مطاعم حول العالم. مطاعم حول العالم اشتهرت بسبب الأشياء القديمة التي تقدمها. تتضمن هذه القائمة مجموعة من أغرب المطاعم حول العالم، ربما لن تزورها في حياتك ولكن تستحق المعرفة على الأقل. فهذه المطاعم تتميز بواجبها الاعتيادي في تقديم الأكل والأطعمة المختلفة، لكنها تفردت بغرابتها. دعنا نلقي نظرة. مطعم السكتة القلبية. يقع هذا المطعم بلاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مطعم مستوحى من طراز المستشفيات، لكنه على عكس المستشفى قد يسبب لك أزمات صحية بسبب قائمة الطعام الغنية بالسعرات الحرارية. وأشهر ما يقدمه المطعم هو شطيرة البرجر من اللحم البقري واللحم المقدد الدسمة. وترتدي النادلات في المطعم زي الممرضات، في حين يرتدي الزبائن ملابس تشبه ملابس المرضى في المستشفى. مطعم العش الطائر من أكثر 10 مطاعم رومانسية. يوجد هذا المطعم في تايلاند، تحديدا في منتجع سونيفا كير البيئي. الغريب في هذا المطعم أن الزبائن تتناول الطعام وهم داخل أعشاش معلقة بين الأشجار تشبه أعشاش الطيور، وترتفع تلك الأعشاش عن سطح الأرض 16 قدما. الغريب أيضا أن الجرسونات تنتقل بين الأعشاش عن طريق الحبال المعلقة. تكلفة وجبة لفردين في هذا المطعم حوالي 283 جنيها استرليني، وطاولات المطعم مصنوعة من الخوص، ويستطيع من يتناول الغذاء في هذا المطعم مشاهدة الغابات الممطرة الرائعة والسواحل المحيطة بالمطعم. وبدلا لاستخدام السلم للصعود للأعلى، هناك رافعة ترفع الطاولة لأعلى ولأسفل. مطعم بيرونيبر آند جانز بيروت لبنان. من الطبيعي أن يظهر مطعم بهذه الفكرة العسكرية في لبنان، الذي عاش سنوات عديدة من الحرب الأهلية والحروب التي شنتها عليه إسرائيل. كل شيء في مطعم بنز آند غانز في بيروت يوحي بالحرب. أسماء الوجبة، أصوات الطلقات النارية، مسجل أكياس التحصين الرملية المحيطة بالمطعم. مطعم سجن جزيرة الشيطان الصين. هواة أفلام الرعب والأكشن سيجدون ضالتهم في الصين، حيث يوجد مطعم زينه صاحبه بأجواء الخوف والرعب والسجون مع ديكور الدماء السائلة من الجثة والزنازين. قبل أن تختار وجبتك من قائمة الطعام، يتم وضع القيود في يديك، بينما العاملين في المطعم يرتدون زي حراس السجون ويعطوك قطعة خبز محمصة ومقطعة على شكل تابوت، وسوف تستمتع بصحبة الناس حيث يشهد المطعم إقبالا كبيرا من الجمهور. مطعم نينجا اليابان من أكثر 10 مطاعم طرافة. إذا كنت من عشاق النينجا فمن المؤكد أن تجربة الطعام في هذا المطعم هي تجربة شيقة. مطعم النينجا الياباني في نيويورك بديكوراته الغريبة يجعلك تعيش في أجواء النينجا منذ دخولك المطعم واستقبالك من قبل اثنين من محاربي النينجا واللذين يقومان بصيحة النينجا التقليدية، بالإضافة إلى ملابس العاملين الذين يرتدون الأسود ويحملون السيوف، وصولا إلى الأطباق المقدمة مثل محار البحر الزبدة والثوم المشوي وأطباق أخرى كثيرة. لكن حاذر وأنت تتناول الطعام من أي لحظة هجوم لسيوف النينجا. مطعم بولدون فنلندا. هل تخيلت يوما بتناول الطعام فمنجم على عمق 80 متر تحت سطح الأرض، حيث نجح الشيف الشهير تيمو ليناماكا فافتتاح هذا المطعم الفريد من نوعه، ويعد من ضمن أشهر الطهاه المميزين واستطاع حصد الكثير من الجوائز العالمية. على الجانب الآخر يستضيف المطعم 64 شخص ويقدم فيه أشهر الأكلات العالمية، بالإضافة إلى أن أجواء المطعم تتميز بالهدوء والإثارة لما تعكسه الأضواء على الجدران، وهذا يساعد الطه على التفنن في الأكلات وتقديم أفضل جودة. مطعم إل ديابلو أسبانيا من أغرب 10 مطاعم. إذا كنت تحب جو الإثارة والمغامرة فعليك بتجربة تناول الطعام فوق فوهة بركان. ويقع هذا المطعم وسط جزيرة لانزور فجزر الكنارا، حيث يتم طهى الطعام على الحرارة المنبعثة من فوهة البركان، ويكون له طعم مميز بسبب طهوه على الحرارة المنبعثة من الطبيعة. ويزور المطعم الكثير من السياح لتناول أشهى الوجبات، بالإضافة إلى التقاط الصور جانب فوهة البركان. ولكن يوجد
توجد معالم أخرى مثل السخانات المائية التي تبعث الماء الساخن من الفوهات. مطعم تواليت تواليت ريستورانت. مطعم تواليت ويوجد هذا النوع من المطاعم أيضا في كل من الصين وروسيا وماليزيا. تقدر مساحة المطعم حوالي 206 متر مربع. مالك المطعم والإدارة قرروا ابتكار طريقة جديدة وغريبة لتحضير وتقديم الطعام للزبائن من خلال استخدام تصاميم وديكورات ووسائل معينة توحي للزبون وكأنه في الحمام تماما. فلم تجد فكرة أفضل من تقديم الطعام في صحون تشبه مراحيض الحمام وأكواب تحتوي أنواع من المشروبات. شكل الأكواب يشبه المكان الذي يتبول فيه الإنسان رغم الصورة المقززة التي يرسمها دماغك، إلا أن هذا المطعم يلاقي نجاحا كبيرا هناك. مطعم إيفا يشتري ريستورانت. مطعم إيفا في جزر المالديف، والذي تم افتتاحه في نيسان عام 2005 ميلادية على أيدي العاملين بشركة أم جي مورفي، يتميز بأنه أول مطعم يتم تأسيسه تحت سطح الماء، مصنوع من مواد مقاومة للصدمات وعازلة للمياه على عمق حوالي 16 قدم بمساحة تقدر ب 45 متر مربع. يحتوي على 12 طاولة تكفي لام 14 زائر، حيث يتم تناول الطعام تحت سقف زجاجي شفاف يمكنك من رؤية كل شيء موجود في المحيط من كائنات وأسماك وقروش. زاوية الرؤية 170 درجة، ومعنى الأسم يعود إلى اللؤلؤ الجميل الموجود بكثرة في تلك الجزر، وبالفعل يعتبر من الأماكن الفريدة من نوعها والتي تحفز محبي المطاعم الغريبة لزيارتها، بالإضافة إلى الأطباق المالديفية الشهية التي تقدم. أما بالنسبة لطريقة الوصول إلى ذلك المطعم فهي كالتالي: عليك أن تصل إلى الميناء والنزول عبر درج لولب الشكل مسقوف. يفضل الحجز قبل الذهاب إلى المطعم، وتبلغ كلفة وجبة الغداء حوالي 120 دولار. عشاء في السماء. من اجمل 10 مطاعم بروكسل بلجيكا. من المعروف حب الإنسان للسماء منذ العصور القديمة وهو يحاول الوصول إليها، ولذا ولتحقيق هذا الحلم قررت منظمة عشاء في السماء تحقيق هذه الرغبة لعشاق السماء. ويتم الارتفاع بهم في السماء، وهي منتشرة في 4 دوله تقريبا مثل دبي وأستراليا والهند وكندا، من خلال شراكة مع منظمات أخرى في هذه البلاد.